من رام الله تنضم إلينا نيبال فرسخ المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني. أهلا بك سيدة نيبال. أبدأ معك اليوم، هناك حديث عن تجدد التحذيرات لإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة من قبل الجيش الإسرائيلي، هل يمكن أن تطلعين على التفاصيل؟ نعم، للأسف الشديد منذ ساعات الصباح تلقينا تهديدات خطيرة وتحذيرات شديدة اللهجة من قبل سلطات الاحتلال بأوامر إخلاء فوري وعاجل لمستشفى القدس كونه سيكون معرض للقصف. لم تكن التهديدات فقط، بل أن سلطات الاحتلال تمادت إلى حد تحميل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني المسؤولية عن سلامة كل من هو موجود داخل المبنى. نحن بطبيعة الحال نرفض هذه التهديدات لمستشفى القدس جملة وتفصيلا. نحن كنا قد أعلنا مرارا وتكرارا عدم قدرتنا على إخلاء مستشفى القدس، لم نخلي ولن نخلي. إخلاء المستشفى يعني بطبيعة الحال إعدام المرضى الموجودين داخل المستشفى، لا سيما الأطفال الموجودين بالحضانات أو حتى المرضى وذوي الإصابات الخطيرة الموجودين داخل غرفة العناية المكثفة والمشبوكين على أجهزة الأكسجين والتنفس. لا يمكن، بل ومن المستحيل أن تتم عملية إخلاءهم. هذا يعني إعدامهم بكل ما للكلمة من معنى. نحن كنا قد أعلنا ذلك مرارا وتكرارا، ليس نحن وحدنا، حتى منظمة الصحة العالمية أعلنت أن قرار الإخلاء بحق المستشفيات من المستحيل تطبيقه، وهو يعني إعدام للمرضى. الآن نحن نناشد كل المجتمع الدولي، كل الأحرار بالعالم، وكل من يدعي الإنسانية، وكل المؤسسات الإنسانية الموجودة على وجه الأرض، كل زعماء العالم، كل الحكومات، للتحرك الفوري والعاجل لمنع حصول مجزرة في مستشفى القدس كتلك التي حدثت في المستشفى الأهلي المعمداني. هذه التهديدات نحن نعلم جيدا أنها ليست مجرد تهديدات. هل تأخذون بشكل جدي هذه التحذيرات؟ هل تتوقعون فعلا سيناريو مشابه لما حدث بمستشفى الأهلي المعمداني؟ ساعات الصباح ونحن نشهد قصف عنيف في محيط المستشفى. الآن يعني مباني في محيط المستشفى مسافة 50 متر تم تدميرها بالكامل، وبالتالي تتزامن هذه التهديدات أيضا مع قصف عنيف في محيط المستشفى متواصل منذ ساعات الصباح، لدرجة أن القصف طال مباني في محيط 50 متر من المستشفى. ولهذا السبب بطبيعة الحال نحن نشعر بالقلق الشديد على سلامة طواقمنا العاملة في المستشفى، سلامة النازحين الموجودين. نتحدث عن 12,000 فلسطيني، فضلا طبعا عن المرضى والذين يصل عددهم إلى حوالي 500 مريض. الآن مطلوب التدخل العاجل والفوري من أجل توفير الحماية العاجلة لطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني ولمبنى مستشفى القدس ولكل مقار الجمعية وفقا للقانون الدولي الإنساني. المقرات الطبية، المهام الطبية، الأطباء، الفرق الطبية يفترض أن يكونوا محميين وفقا للقانون الدولي الإنساني الذي ينص أيضا على حماية المدنيين العزل. أنت الآن تتحدث عن استهداف مستشفى ليس به أحد سوى مدنيين عزل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وهم من النازحين الذين أجبروا على إخلاء منازلهم قصرا بفعل استمرار القصف الإسرائيلي، ولم يجدوا مكان يذهبون إليه سوى مستشفى القدس اعتقادا منهم بأنه سيكون آمن. ولكن للأسف الشديد هذا ليس الحال في قطاع غزة، وبالتالي هذه التهديدات تهدد سلامة الأطباء، الطواقم الطبية العاملة في المستشفى، فضلاً عن 12,000 نازح و500 مريض. الآن على هذا العالم أن يتحرك فوراً لإنقاذ مستشفى القدس. أنقذوا مستشفى القدس. كل مؤسسات المجتمع الدولي ستتحمل المسؤولية عن هذه الجريمة إن تمت لا سمح الله. أما أن تصلنا تهديدات من سلطات الاحتلال بتحميلنا نحن كجمعية إنسانية المسؤولية عن سلامة طواقمنا والقول بأن القصف سيتم وأننا ك
كمستشفى نتحمل المسؤولية عن سلامة هذه المدنيين العزل داخل المستشفى وسلامة كل من في المستشفى، هذا أمر غير مقبول على الإطلاق. من يتحمل المسؤولية هي سلطات الاحتلال التي تصر على انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ومن يشاركها سلطات الاحتلال هو المجتمع الدولي الذي يصر على الصمت، وحتى اللحظة لم ينجح في إيقاف قرار الإخلاء بحق مستشفى القدس وغيره من المستشفيات رغم مناشداتها. ما هي المستشفيات التي تم مطالبتها أيضا بالإخلاء تزامنا مع هذه المطالبات لمستشفى القدس؟ يعني قرارات الإخلاء التي صدرت بحق المستشفيات هي بطبيعة الحال صدرت بحق 25 مستشفى، ولكن هذا حدث قبل حوالي أسبوعين. الجديد بالأمر أننا اليوم تلقينا اتصالات هاتفية تحذر وتأمر بالإخلاء الفوري والعاجل لمستشفى القدس كونه سيكون معرض للقصف، بل وتحميل إدارة الجمعية المسؤولية عن سلامة كل من هو موجود داخل مستشفى القدس. تأتي هذه التحذيرات المتكررة في ظل أننا أعلنا مرارا وتكرارا عدم قدرة إدارة الجمعية ومستشفى القدس على إخلاء المستشفى، أولا كونه يعرض حياة المرضى للخطر، ثانيا كونه لا مجال للإخلاء. إلى أين نذهب؟ إلى أين نذهب؟ أصلا ليس هناك مكان آخر نذهب إليه. أين نذهب بالمرضى والجرحى وكل من يتلقى العلاج داخل المستشفى؟ لا يوجد بديل. كل قطاع غزة أصلا تحت وقع القصف، كل المستشفيات أيضا تنهار، يعني لا يوجد قدرة لدى أي مستشفى في القطاع على استقبال أيضا هذا العدد من المرضى والجرحى، فضلا أيضا عن وجود 12 ألف نازح داخل مبنى المستشفى. نعم. ماذا نعمل؟ هل نغلق أبواب المستشفى وندير ظهرنا لمدنيين عزل غالبيتهم نساء وأطفال لم يجدوا مكان آمن يعتقدون أنه آمن يذهبون إليه سوى مبنى المستشفى؟ الآن هذه المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي، على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل فوري وعاجل لوقف قرار الإخلاء وتوفير الحماية العاجلة للمدنيين العزل وللطواقم الطبية والمقرات الطبية. نعم. طيب، على صعيد فرق الهلال الأحمر وفرق الإسعاف، كيف الآن تستطيع أن تقدم خدمات الإغاثة للمتضررين من الغارات في ظل عدم وجود اتصالات أو إنترنت حتى اللحظة؟ يعني حقيقة لم يتسنى لنا التواصل الطويل مع زملائنا، بالفعل تواصلوا معنا فور عودة الاتصالات، ولكن لازال هناك بالفعل تشويش في عملية الاتصال ونواجه صعوبة أيضا بالوصول إليهم. على أي حال قطع الاتصالات خلال الفترة الماضية هو بالتأكيد يعيق وصول المواطنين إلى خط الإسعاف من أجل طلب خدمة الرعاية الصحية الطارئة، بمعنى حتى اليوم مع عودة الاتصالات هي عادت بشكل جزئي، ولا زال آلاف المواطنين في قطاع غزة لا يتمكنون لا من الاتصال مع بعضهم البعض ولا حتى من الاتصال بخدمة الإسعاف من أجل طلب الرعاية الصحية الطارئة، وهذا بطبيعة الحال يعرض آلاف المدنيين العزل في قطاع غزة لخطر فقدان حياتهم نتيجة عدم حصولهم على الرعاية الصحية الطارئة، حيث كما شهدنا أيضا خلال ليلة أمس وقبل أن الطواقم الطبية واجهت صعوبات جمة في الوصول إلى مناطق القصف جراء استمرار القصف وجراء أيضا عدم توفر المعلومات الدقيقة حول أماكن المصابين والجرحى بسبب انقطاع خدمة الاتصالات. طيب، إذا ما أردنا أيضا أن نتحدث عن الحالة الإنسانية والصحية في القطاع في ظل الحديث عن انهيار المنظومة الصحية بشكل كامل في القطاع، يعني نحن آخر ما تبلغناه من زملائنا أننا اضطررنا إلى إيقاف ثلاث سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر بسبب نفاذ ما لدينا من كميات وقود تشغل سيارات الإسعاف، هذا ما أدى إلى انخفاض القدرة التشغيلية لسيارات الإسعاف، حيث لدينا الآن فقط 27 سيارة. كنا أيضا قد خسرنا 4 سيارات تم تدميرها وخرجت عن الخدمة بفعل القصف الإسرائيلي، وبالتالي نحن الآن نواجه معضلة حقيقية وخطر حقيقي في نفاذ ما تبقى من كميات وقود تكفي لتشغيل سيارات الإسعاف وتكفي أيضا لاستمرارية العمل في مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني، مستشفى القدس ومستشفى الأمل، الذين يعتمدون بشكل كلي
على مولدات الوقود وكميات الوقود المتبقية بالكاد تكفي لتشغيل المستشفى لبضعة ساعات قادمة. هذا أيضا يضعنا في خطر شديد ويهدد بإغلاق المستشفيات بفعل انقطاع التيار الكهربائي. هذا الحال هو حال جميع المستشفيات في قطاع غزة، كل المستشفيات بدون استثناء تشهد شح شديد في المستلزمات الطبية والأدوية، فضلا عن استنفاذ بشكل كامل كميات الوقود. نحن نتحدث عن ساعات، وتكون هذه المستشفيات قد أعلنت استنفاذ كل ما لديها من كميات وقود. يأتي ذلك في ظل الإغلاق المتواصل للحدود ومعابر قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان لأكثر من 3 أسابيع. حتى اللحظة فشلنا في إدخال الوقود، تصر سلطات الاحتلال على منع ورفض السماح بدخول الوقود إلى قطاع غزة. مطلوب الآن ضغط دولي للسماح بتدفق المساعدات إلى داخل قطاع غزة بما فيها الوقود. إذا ما أردنا عن الحديث أيضا عن المستشفيات التي ما زالت قادرة على تقديم الخدمة الإسعافية حتى الساعة، يعني حتى اللحظة خرجت 12 مستشفى من أصل 35 مستشفى عن الخدمة، وباقي المستشفيات واقعها أنها طواقم طبية منهكة كليا جراء استمرار العمل المتواصل على مدار الساعة لأكثر من 3 أسابيع. نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية. سوف ترى في هذه المستشفيات جرحى ومصابين يعالجون بالكوريدورات وعلى الأرض بالممرات، في ممرات المستشفيات وعلى الأرض، بسبب عدم وجود أسرة، حيث فاقت القدرة الاستيعابية لدى المستشفى علاج بدون مسكنات، والكثير من المستلزمات الطبية الأساسية مفقودة. يأتي ذلك أيضا في ظل شح كميات الوقود والتهديد بإغلاق المستشفيات أبوابها رغما عنها بسبب استنفاذ كميات الوقود، وبالتالي بدون كهرباء لا تستطيع هذه المستشفيات الاستمرار بالعمل. هذا يعني بطبيعة الحال آلاف الحالات المرضية الحرجة المشبوكة على أجهزة التنفس وأجهزة الأكسجين، بالإضافة إلى الأطفال في الحضانات، سيواجهون خطر الموت وفقدان الحياة بفعل انقطاع التيار الكهربائي. نحن كهلال أحمر فلسطيني حقيقة استنفذنا كل ما لدينا من حلول منذ بداية هذه الأزمة وهذا العدوان الغير مسبوق، حيث كنا قد أعددنا مسبقا خطط طوارئ ضخمة، مستودعات كبيرة بها من التجهيزات ما يلزم، ولكن حجم الكارثة، حجم المصيبة، حجم العدوان فاق كل التحضيرات، لدرجة أننا بالفعل بدأنا نستنفذ ما لدينا من مستلزمات طبية وأدوية، وأخيرا نستنفذ كميات الوقود، لدرجة أننا قمنا بوضع خطة ترشيدية لتخفيض كمية الاستهلاك من الوقود وترشيد استهلاك الكهرباء. هل تتخيل أنه يوجد مستشفى؟ يعني يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيدة نبال فرسخ المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني. إذن شكرا لك على جميع هذه التفاصيل، تحدثت على